أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وإلى البورصة المصرية ومؤشراتها، واختتمت تعاملاتها اليوم على انخفاض شبه جماعي. نذهب إلى مينا بشرة سريعا ليطلعنا على هذا الانخفاض شبه الجماعي، كيف تترجمه لنا بالأرقام والمؤشرات؟ مينا إليك. مساء الخير ولاء. بالفعل انهت مؤشرات البورصه تعاملات بدايه هذا الاسبوع على تراجع شبه جماعي نتيجه لتراجع المؤشر الرئيسي مؤشر اي جي اكس 30، وتابعه بعد ذلك المؤشر الاوسع نطاقا الى المنطقه الحمراء بختام تعاملات اليوم. اذا تحدثنا بدايه عن المؤشر الرئيسي مؤشر اي جي اكس 30، فمنذ مستهل التعاملات وحتى الاغلاق المؤشر مستقر داخل المنطقه الحمراء بفعل العمليات البيعيه من قبل المستثمرين المصريين والأفراد، حيث تراجع المؤشر بمقدار 49% ومسجلا 13616 نقطة بختام جلسة اليوم. أيضا المؤشر الأوسع نطاقا بعد أن كان مستقرا داخل المنطقة الخضراء على مدار تعاملات اليوم، تراجع خلال النصف ساعة الأخيرة من جلسة اليوم إلى المنطقة الحمراء ومسجلا تراجعا بمقدار 4% وليصل المؤشر إلى مستوى 1435 نقطة. غير ذلك المؤشر السبعيني مستقر داخل المنطقة الخضراء وحيدا منذ بداية التعاملات وحتى الإغلاق بنسبة صعود وصلت إلى 22% ومسجلا 612 نقطة. أما إذا تحدثنا بعد ذلك عن أداء الأسهم اليوم صعودا وهبوطا، فبالنسبة لقائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا ففي المرتبة الأولى جاء سهم العربية للخزف بمقدار 7.69%، المجموعة المصرية العقارية في المرتبة الثانية بمقدار 6.49%، غاز مصر بمقدار 6.11% صعودا، وفي المرتبة الرابعة سهم مجموعة عامر القابضة بمقدار 5.56%، العامة لمنتجات الخزف والصيني بنحو 4.87% صعودا. نعم ولا كنا نتحدث عن قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا خلال تعاملات بداية جلسات هذا الأسبوع، وفي المرتبة الأولى اليوم جاء سهم العقارية للبنوك الوطنية بمقدار 3.53% تراجعا، العامة لاستصلاح الأراضي في المرتبة الثانية بمقدار 3.10% تراجعا، بنك التعمير والإسكان في المرتبة الثالثة بمقدار 2.70% تراجعا، بنك الاتحاد الوطني بمقدار 2.40% تراجعا، جولدن كوستا السخنة للاستثمار السياحي في المرتبة الخامسة، وذلك بتراجع قدره 2.36% تراجعا. أما إذا تحدثنا بعد ذلك عن تعاملات المستثمرين الثلاث من مصريين وعرب وأجانب، المتعاملون المصريون نسبة الاستحواذ لديهم اليوم وصلت إلى 85.77% من إجمالي تعاملات الجلسة، وبصافي بيع تجاوز 44 مليون جنيه. في المقابل اتجهت تعاملات العرب نحو الشراء بنسبة استحواذ وصلت إلى 6.58%، وبصافي شراء تجاوز 19 مليون جنيها، وبالمثل أيضا اتجهت تعاملات الأجانب نحو الشراء اليوم بصافي شراء تجاوز 24 مليون جنيها، وبنسبة استحواذ وصلت إلى 7.65% تراجع. إذا تحدثنا أيضا عن خسائر الأسهم المقيدة اليوم نتيجة لهذا التراجع شبه الجماعي لمؤشرات البورصة، فخسائر الأسهم تجاوزت مستوى 1.5 مليار جنيه ليصل إجمالي رأس مال البورصة بختام التعاملات إلى 684 مليارا و900 مليون جنيها. أيضا بالنسبة لمستوى السيولة، فاليوم شهدت الجلسة تراجع نسبي في مستوى السيولة الذي وصل بختام التعاملات إلى مستوى 666 مليونا و921 ألف جنيه، وذلك من خلال التعامل على 390 مليونا و46 ألف سهما، وبإجمالي عدد عمليات تم تنفيذها على مدار جلسة اليوم بما يزيد عن 20 ألف عملية.
أيضا إجمالي عدد الأسهم التي تم التعامل عليها اليوم وصل إلى 171 سهما، ارتفع 79 سهما وتراجع 55 سهما في مقابل ثبات قرابة 37 سهما. نعم. أيضا على مدار تعاملات اليوم تم إيقاف التعامل على أكثر من 10 أسهم، وذلك لتجاوزهم نسب الصعود المسموح بها، في مقابل أيضا إيقاف التعامل على سهمين ولكن لتجاوزهم نسبة الهبوط المسموح بها، وهي النسب التي تتراوح ما بين 5% و10% لأسهم أخرى. أشكرك مينا بشرى مراسلنا من مقر البورصة المصرية، دائما معنا كل يوم لتطلعنا على كل هذه الأخبار من البورصة، شكرا لك.